ابراهيم عيسى فوق ولا تحت؟ شاوري اللي باسمك. اخدتيه على النص؟ ليه بقى؟ لانه ساعات بلاقيه بيتكلم كويس وساعات بلاقيه بيتكلم برفض تماما كلامه. امتى بتدي ده؟ امتى بتقولي ببقى ده لما يبقى بيقول حاجات، يعني مثلا هو مره انا كتبت له يعني حتى قال انه يعني ايه الصناعه، يعني الصناعه ايه؟ الصناعه انت بتدفع جنيه بيجي لك جنيه او حاجه كده يعني، لكن السياحه بتدفع جنيه بيجي لك 10. تمام؟ فقلت له السياحه دي ممكن في اي وقت تقف، يبقى ما عندناش حاجه. الصناعه انا مؤمنه بكلمه قالها جمال عبد الناصر: من لا يملك قوت يومه لا يملك حريه قراره. صح. فهو عنده حاله بقى من حكايه الحاجات اللي على طول، يعني السياحه مثلا. طب اوكي، والسياحه اهي وقفت لو ما كانش عندنا صناعه، ولو ما كانش السيسي دي اللي تامن لك الاستمراريه. دي اللي بتامن الاستمراريه. طبعا طبعا. وبعدين بقى في حاجات مثلا يعني طريقه مش انتقاده، انا بلاقيها نوع من التجريح في جمال عبد الناصر يعني. يعني مؤخرا كده بيقول حاجات بنفر منها الحقيقه يعني. بس يعني ما اقدرش انكر ان هو كان ليه مواقف شجاعه وكده يعني. بمسيرته يعني تعطي نص. الشخصيه اللي بعدها دكتور احمد كريمه. عمري ما فهمته برضو كده، لانه برضو ساعات بحس بارائه هايله وساعات بحس بارائه يعني ما امتى حسيتي اراؤه بتنزله لتحت؟ يعني زي مثلا حكايه ضرب المراه، حكايه يعني في حاجات كده مش فاكراها الوقت. عدم اعلام الزوجه مثلا، عدم اعلام الزوج لزوجته مثلا بجوازه. يعني في حاجات من الناحيه الاجتماعيه مش متفقه معاه فيها. طب مش فاكراها كلها يعني. الكد والسعايه برضو من الحاجات اللي اتكلم فيها. الايه؟ حق الست بالكد والسعايه. ايوه. لا يعني شوفي، هو من الناس اللي عندهم شويه يعني فكر انا لا اتفق معاه. انا رايي ان ربنا قال خلق الانسان، الانسان يعني الست انسان والراجل انسان، والمراه هي اللي ربت الجيل اللي طلع في 30 يونيو حمى مصر. والمراه عندنا كانت ملكه من 5000 سنه. ما جيش انا بقى اطبق أنظمة، يعني هي نفسها الأنظمة دي دلوقتي بتتراجع وعايزة تفك تشيل الحاجات القديمة يعني، أو تعديلها أو بالزبط. تعديلها بشكل يتناسب مع العصر الجديد يعني. بالزبط. ده اللي بتقصديه. أوكي. الشخصية التالية